السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناتكم عالم البيتكوين والربح من الانترنت. مرحبا بإخوتي من جديد في موضوع نناقش فيه الإيجابي والسلبي في عالمنا، عالم العملات الإلكترونية، التغيرات الإيجابية والتغيرات السلبية التي طرت على هذه العملات. قبل التطرق إلى هذا الشرح، أريد إجابة على بعض الأسئلة التي توصلت بها عن طريق حسابي في الفيسبوك أو عن طريق اليوتيوب أسفل الفيديوهات، وهي: ما هي أفضل محافظ العملات الإلكترونية؟ أخي أختي، أنا قد شرحت من قبل بنك إلكتروني يوفر لك أحسن محافظ للعملات الإلكترونية، بنك موثوق غني عن التعريف، بنك شرحته مرة على ما أظن. بنك هذا يا أخي يوفر لك محفظة البيتكوين، بنك إلكتروني جميل يوفر لك محفظة البيتكوين، محفظة الإثريوم، محفظة داش كوين، محفظة لعدة عملات إلكترونية. يا أخي، بنك يمكنك الاعتماد عليه، الاستغلالي لا يفرض عليك إثبات هويتك، يفرض عليك إثبات الهوية في حالة واحدة يا أخي، عندما تريد شراء عملات إلكترونية من هذا البنك. يتيح لك أيضا شراء عملات إلكترونية يا أخي، يعني يمكنك الإيداع به عن طريق البنوك الإلكترونية مثل نيتلر، باير وغيرها من البنوك الإلكترونية. عندما تريد الإيداع الدولار أو الأورو في هذا البنك يا أخي، ذلك يفرض عليك إثبات الهوية، لكن عندما تريد إيداع العملات الإلكترونية في المحافظ الإلكترونية يا أخي، يتيح لك بدون إثبات، يعني يمكنك الاعتماد على المحافظ الإلكترونية بدون إثبات. لكن إخوتي، الخبر السلبي في العملات الإلكترونية كما نعلم، وهو أصبح لا يمكنك شراء بماستر كارد وكارت فيزا العملات الإلكترونية من الموقع الذي شرحته من قبل إكسشانج، أصبح لا يتيح هذه العمل، لكن هذا البنك يتيح هذه الفرصة، يمكنك الشراء بماستر كارد وكارت فيزا أي عملة إلكترونية، كما يتيح لك محفظة البيتكوين والداش كوين والإثريوم وغيرها من العملات الإلكترونية. كما قلت من قبل، يمكنك استغلال المحافظ الإلكترونية بدون إثبات هوية. فإذا أردت استغلال تحويل أموالك من البيتكوين إلى الدولار، يتيح لك هذه الخاصية. أيضا يمكنك تحويل البيتكوين إلى الدولار وإرسال دولار إلى بنك الذي تريد إرسال له المال، نيتلر، أي بنك إلكتروني أو أي بنك متواجد في بلدك. فقط ما عليك فقط الإثبات الهوية بصورة من جواز سفرك أو صورة بطاقة التعريف الوطنية. أحسن بنك، أنا أتعامل على هذا البنك. هذا هو الشرح يا أخي الخاص بالبنك، هذا هو يا أخي. ما عليك فقط الضغط على هذه شراء العملات الإلكترونية بدون واسط. استغل هذا البنك الإلكتروني يا أخي، أحسن محافظ إلكترونية به بنك موثوق، كما أنه يتيح لك بطاقة الصرف الآلي، يعني يتيح لك بطاقة، يمكن إعطائك بطاقة الانتماء، يعني يمكنك التسويق بها عبر الإنترنت أو عبر مصاريف المتواجدة في الدول العالم يا أخي. هذا هو كما أتيح لك. هنا شرحنا قبل هذا الموقع فوزيكس قام بتعديلات جميلة جبارة، ما عليك فقط الضغط على الموضوع. سوف ترى الشرح كيفية الإيداع وكيفية السحب. نذهب مباشرة الشرح موضوعنا وهو عملات الإلكترونية، نذهب مباشرة إلى ماركة. لاحظ أخي، الحمد لله أصبحت العملات الإلكترونية بتعافي تتعافى. لاحظ هنا 5.31% البيتكوين، إثريوم 6.15% إيجابي، نعم أسعار إيجابية، أصبحت العملات تتعافى. لاحظ أخي، ركز معي هنا السعر الإجمالي للسوق، يعني جلوبال الإجمالي للسوق، وهو 432 مليار دولار، يعني بالأمس أو على ما أظن يومين أو 3 أيام قبل كان 300 وغيرها، يعني ارتفع بمئة مليار في وقت قياسي جدا يا أخي، في وقت قياسي جدا. هنا أصبح قلنا أخي معي، هنا
قلنا إجمالي السوق أصبح 426 مليار دولار، يعني السوق أصبح في التحسن. لكن ما هو السبب الذي خلى السوق يتحسن كده، يتحسن إلى هذه الدرجة، يعني إلى ضعفين؟ نعم، قبل السوق كان في نزول مستمر إلى غاية 276 دولار، لاحظ أخي هنا، نعم، إلى غاية 276 دولار في يوم 6 فيفري 2018، وفي يوم 10 فيفري 2018 ارتفع ضعف على ما كان هو يا أخي، تقريبا 454 مليار دولار. يعني في فترة قياسية تم إضافة 200 دولار. من هم الذين قاموا بإضافة هذا المبلغ الخيالي؟ هم نفس المستثمرين الذين قاموا بالبيع يا أخي. نعم، المستثمرين يقوموا بالبيع والشراء، لكن هذا المستثمرين لماذا قاموا بالبيع؟ قاموا بالبيع بأسباب الأخبار السلبية التي كانت على البيتكوين، واستغلوا في الاستثمار في الذهب. نعم، المستثمرين أخي يقومون دائما جميع في النفط أو في العملات أو في القمح أو في أي شيء، عندما تكون أخبار على أي شيء سلبية دائما المستثمر يتجه إلى الذهب يا أخي، دائما يتجه إلى الذهب، يستغل استثماراته في الذهب. لكن عندما تكون الأخبار الإيجابية يرجع المستثمر، نفس المستثمر يرجع يا أخي إلى نفس العملات التي كان يستثمر عليها من قبل يا أخي. نعم، هنا لاحظ أخي، هنا المستثمرين الذين كانوا قاموا بعملية البيع إلى حتى غاية 279 مليار في إجمالي السوق. نعم، نفسهم قاموا بعملية الشراء يا أخي، نعم، بسبب الأخبار الإيجابية. ما هي الأخبار الإيجابية يا أخي؟ الأخبار الإيجابية يعني أن أمريكا أصبحت تأمن بعالم البلوكشين، أصبحت لا بد لها من أن تذهب في نفس المسار الذي هو الآن بلوكشين، الذي يذهب إليه جميع المستثمرين. يعني يا أخي، أمريكا استعرفت بالعملات الإلكترونية المشفرة، أمازون أصبحت تتيح الدفع يا أخي بالبيتكوين، جميع الشرائك مثل شرائك طيران، الشرائك العالمية التي نعرفها يا أخي أصبحت تذهب من المنهج المركزي إلى المنهج اللامركزي يا أخي. لاحظ هنا أخبار جميعها إيجابية يا أخي. أصبحت المشاريع تتمول بالعملات الإلكترونية يا أخي. هنا لاحظ المشاريع العملاقة التي كانت تتمول من المنهج المركزي أصبحت يتم تمويلها من المنهج اللامركزي، أي العملات الإلكترونية. يعني هذا خبر إيجابي. هنا نفس الشيء، أصبحوا جميع المشاريع التي نعرفها أو العلامات العملاقة التي نعرفها أصبحت أيضا تذهب إلى المنهج اللامركزي، أصبحت تضع أيكو خاص بها، مثل هنا النقل أصبح يضع ISO الخاص به، النقل الأمريكي. هنا نفس الشيء الاتصالات. يعني أخي، جميع الهياكل أو المؤسسات اللي نقل شركات الكبيرة مثل شركة الهواتف سامسونج وغيرها أصبحوا أيضا ينتهجوا المنهج اللامركزي يا أخي. يعني هذه أخبار إيجابية. كما صرح وزير خارجية كوريا الجنوبية أن بلوكشين سوف يحدث ثورة عالمية، يعني العالم سوف يتغير من مركزي إلى اللامركزي يا أخي. يعني هذا وقت الاستثمار. لكن ما هي الأسباب التي أدت إلى سقوط البيتكوين إلى هذه الدرجة الآن هو في التعافي؟ الأسباب وهي المكافحة التي تفرضها الدول على تبييض الأموال وعلى المشاريع غير القانونية، مشاريع يعني احتكارية، سكام وهمية غير وجود لها. كما هنا، أين هذا الخبر؟ لاحظ أخي هذا، أين هو هذا الخبر؟ أين هو؟ هنا لاحظ، مهندسين روس نوويين يستغلوا الحواسيب الكبيرة لشركة خاصة في مجال النووي في الروس بتعدين عملات
عملة البيتكوين. يعني كانوا يستغلون الحواسيب الكبيرة لشركة روسية بتعدين عملة البيتكوين بطريقة غير قانونية. يعني هم يستغلون بخفاء أجهزة عملاقة. نعلم أن أجهزة الشركات الكبرى لها أجهزة حاسوبية كبيرة جدا. هذا خبر هو الذي يؤدي بتعافي العملات الإلكترونية، العملات الرقمية. يا أخي هذا خبر، نعم هذا الخبر هو الذي إن شاء الله سوف يؤدي بالتعافي، كما جميع الدول مثل اليابان وكوريا أيضا أصبحت لها رقابة جيدة على العملات الإلكترونية. لكن إن شاء الله أتوقع البيتكوين 2018 أن يصل إلى 20,000 دولار لواحد البيتكوين. هذا هو شرحي يا أخي، هذا هو موضوعي. حاولت أن أبسط لك قدر ما استطعت الفكرة حتى أوصل لك الموضوع يا أخي. ما عليك فقط إن أخفت عليك مواضيع أو لم تفهمي شيء، تواصل معي عبر تعليق أسفل هذا الفيديو أو على صفحتنا في الفيسبوك عالم البيتكوين والربح من الإنترنت. لا تنسوا الاشتراك في القناة وبارتاجي الفيديو إن أعجبك مع أصحابك. توصيات العملات الإلكترونية، أصبح كل شخص الآن يعرف العملة التي تتأثر مع البيتكوين والتي ترتفع مع ارتفاع البيتكوين. توصيتي هي نفس التوصية التي أوصيت بها من قبل، هذا الوقت وقت شراء ليس وقت بيع عملات الإلكترونية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.